رجعنا مرة تانية مشاهدي، نهارك سعيد. ووصلنا دلوقتي لفقرة مهمة جدا، أعتقد أنها تهم كل الناس في جميع الأعمار. يعني كلنا عندنا أهداف في حياتنا، كلنا عايزين نوصل لها. أحيانا كتير جدا بيعطل مخنا، بنبقاش عارفين نوصل إزاي للهدف الصحيح، ونقدر كمان نحدد قدراتنا على الوصول للهدف ده. كلنا عندنا إرادة نقدر نوصل للأهداف، لكن أحيانا كتير بنضل الطريق، بنبقاش عارفين الهدف ده مناسب لينا ولا لا. النهارده هيكون معانا ومنورنا في الاستوديو الاستاذ وائل نبيل، الكاتب والخبير التنميه البشريه. صباح الخير استاذ وائل. صباح الخير. هل انا قلته ده صحيح، انه احيانا كتير ما بنبقاش عارفين نكون فكره عن الهدف الصحيح عشان نقدر نوصله صح؟ بالظبط. هو ممكن نختصر الاساسيات المهمه او الاشياء المطلوبه لقياس الهدف الصحيح في كلمه سمارت. سمارت اختصار الخمس حروف سمارت سبيسيفيك، يعني يكون الهدف محدد، ميجرابل، قابل للقياس، لانه معروف في علم الاداره ما لا يقاس لا يضر. اتشيفابل، ده تكوين تكوين الهدف الصحيح. بالظبط، ده الخمسه اتشيفابل، وقابل نقدر نوصل له، او عفوا قابل للتحقيق. تمام. ريالابل اللي هو يكون واقعي، تايملي، محدد بوقت. بعدها احنا لازم يكون عندنا رؤيه للهدف او تصور ذهني للهدف، ان نضع الخطوات اللي هنوصل ليه بيها للهدف، لان ده بيساعد طبعا ان احنا بنتعرف على المعوقات وبنكون عندنا قدره على اكتشافها من البدايه. حاجه جميله جدا الواحد لما يخش مشروع مثلا، او مشروع ده ممكن يكون حاجات كتير جدا في حياتنا، يعني مش لازم مشروع تجاري، ممكن مشروع صداقه، ممكن مشروع خطوبه، ممكن جواز، ممكن حاجه تجاريه او كده، ان احنا نبقى عارفين فين المعوقات عشان نبقى مستعدين ليها. تمام. ازاي ممكن احدد، يعني احدد قدراتي، يعني اقدر اقيس قدراتي على فعل الهدف ده؟ هي زي ما قلت لحضرتك ان احنا بيكون عندنا رؤيه مستقبليه او تصور ذهني، ان انا بشوف الخطوات اللي انا همشيها، بحط الخطه، بتصور الخطوات، بنشوف المعوق مثلا هيكون في نقطه معينه، واشوف الحل البديل. في اربع اسئله نحن ممكن نطرحهم: الى اين انا الان؟ تمام. ما الذي يريد الوصول اليه؟ كيف يمكن الوصول اليه؟ هنا هضع الخطه والخطوات. والحاجة الأخيرة: هل تم تحقيق الهدف؟ وهنا بتكون عبارة عن عملية قياس إذا تم الهدف بالطريقة المطلوبة أو الطريقة السليمة ولا لا. الإنسان عبارة عن قيم ومعتقدات. إيه الفرق بين القيم وإيه الفرق بين المعتقدات؟ القيمة هي عبارة عن شيء داخلي يختص بالشخص نفسه، بتكتسب من عدة عوامل هنطرحهم في الحاجة الجاية. المعتقد بيكون عبارة عن شيء داخلي ينعكس على الآخرين. القيمة هي قيمة الأشياء بالنسبة لي، قيمة المعلومات، قيمة الأشخاص، ولكن المعتقد هو ما أراه وينعكس على الآخرين، أحكام الخاصة على الآخرين، قدرتها على التوقع بالنسبة للآخرين. دي المعتقدات. دي المعتقدات. لكن القيم ممكن تتغير في حياتنا على مدار الـ السنين في عمرنا، ولا القيم هي خلاص هي اللي بنكتسبها واحنا صغيرين بتكبر معانا؟ لا، هو في عدة مراحل بيتم تكوين القيم منها. في القيم الموروثة ديت في مرحلة الطفولة، ان نفترض على سبيل المثال جينات، يعني بتبقى جينات. لا، ديت مكتسبة من الوالدين، مكتسبة من الأقارب أو الأشخاص المحيطين بيها. لو افترضنا على سبيل المثال ان كان والدي يقول لي دايما انك لازم تخلص الاكل الموجود في الطبق، فانا كبرت معايا القيمه ان انا بكون مفرط في الاكل، وانا السبب مش عارفه، لكن هو في الاساس هي القيمه اللي اتشكلت في البدايه. في القيم او الاحكام الخاصه، ان انا على سبيل المثال لو بيتي اتسرق، فانا بكون عندي افراط في تامين البيت بعد كده، ده بيشكل لي قيمه الامان الزائد. في القيم الجوهريه، وديت بتبان في تصرف الشخص، في حديثه، بتنعكس على التصرف والحديث، بقدر اكتشفها. دي بقى القيم اللي انا بكتسبها كده من الحياه وبتاثر فيا على مدار سنين عمري. بالظبط. طب المعتقدات استاذ وائل، يعني المعتقدات ممكن تاثر سلبيا وايجابيا على حياتي وعلى قراراتي في المستقبل؟ اكيد. المعتقد يمكن تكوينه في 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 وقت قصير جدا. لو انا قلت لحضرتك ثلاث مرات ان انا بتاخر عن حضرتك، بتاخري عن موعد ما، المرة الأولى، المرة الثانية حضرتك بتأخر عن الموعد، في المرة الثالثة حضرتك بتتعاملي بناء على ده، يعني أنا بقيت متوقع منك ده وحضرتك بقت عادة عندك، بقت موجودة عادة إن فعلا، فده هنا المعتقدات السلبية عندي بتنعكس على الآخرين. يعني الديفنس أو الدفاع بتاع مخي بيبقى خلاص اتعود على الكلمة، فحاسس إنه مفيش عقاب. بالظبط، بتبقى لا شعورية. وهنا ممكن نربط المعتقد بالقيمة، إن مثلا لو أنا عندي معتقد بإن قيمة الثقة، لو موجودة قيمة الثقة، فالمعتقد بيكون يمكن الوثوق بالغير. فبتؤثر على التعامل مع الآخرين وعلى توقع وعلى رد فعله.
في ناس كتير جدا بتبقى حددت الهدف بتاعها وعملت الاربع حاجات اللي انت حسبتهم في المشوار بتاع الخطوات بتاعتنا اللي هي الواقعيه والقياس السرعه الليمت يعني بتاع يكون محدد بوقت بالظبط قابل للقياس محدد بوقت. اوكي فلما لما بنمشي في المشوار ده بنيجي في النص واحيانا بنحس احنا مش قادرين نكمل ولكن احيانا بنقاوح. في ناس كتير جدا بيحصل لها الموقف ده، بتمشي في المشوار وبعدين تكتشف في النص ان هي مش هتقدر تكمله او ان المشوار اصلا مش قابل للتكمله، بتبقى مستثقله جدا انها ترجع تبدا من اول وجديد في حاجه تانية او في مشوار تاني. تنصح الناس دي بايه؟ تمام. في 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 من ضمن مراحل تحقيق الاهداف او السعي للاهداف اللي هي المرونه، المرونه في ايجاد البدائل، يعني المرونه في ايجاد البدائل. انا لو سعيت لهدف معين في نص الهدف انا بشوف ربما ان احنا نقول عليها معوق، كويس، معوق لكن يمكن التغلب عليه. ما اقدرش ان انا اروح جايب الهدف من البدايه واحكم ان انا لا يمكنني تحقيق الهدف، ولكن في طريق بديل المفروض ان اسلكه. اذا القدره على ايجاد البدائل او السعي او ممكن نختصرها في اننا نقول تحديد فرص بديله. وده احنا عندنا كثقافه شعب مصري بيبقى عندنا التفكير ده ان احنا دايما بيبقى عندنا وجود بدائل، وجود حلول بديله، ولا احنا دايما كده بنبقى ماشيين ما بنبقاش حاسبينها كويس، ما بنبقاش حاطين بدائل، بنبقى ماشيين ونقول يعني ربنا هيسهل ان شاء الله والحاجات دي؟ لا، احنا اكتر شعب عنده حلول بديله بجد. ده امر مسلم بيه طبعا. فعلا طبعا طبعا بيبقى عندنا حلول هو بديلة. معروف الشعب المصري باللغه العاميه كده ان احنا ما بنغلبش، اكيد عندنا بديل. فده من المسلمات. في كتير جدا طبعا في علم اسمه طاقة، في طاقة سلبية وفي طاقة إيجابية. أعتقد أن الشعب المصري من كتر المشاكل اللي عدى بيها الفترة اللي فاتت دي بقت عنده طاقات يمكن سلبية كتير، وفي نفس الوقت بتجيله طاقات إيجابية في لحظة كده اللي هي فيها حماس وفيها الناس عايزة تحقق مستقبل كويس وعايزة تحقق مطالبها وحاجات كتير جدا. ممكن تكلمني عن الطاقة، تأثير الطاقة الإيجابية وتأثير الطاقة السلبية على الإنسان؟ هو الطاقة الإيجابية بتتشكل أو السلبية بتتشكل من عدة عوامل، من ضمنها المعتقدات. ان انا لو عندي معتقد بحاجه معينه زي ما قلت في البدايه ان انا هكون متوقع رد الفعل ده، فبتقل طاقتي او بترتفع. في تجربه اجروها على الاطفال في 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 المدارس في الامريكيه ان هم في جهاز لقياس الطاقه قعدوهم عليه، قال له ان في وقت كلمات الثناء او الشكر او المديح ارتفعت الطاقه الايجابيه، في وقت كلمات اللوم والعتاب انخفضت الطاقه السلبيه. في كمان الدوافع، ان انا عندي دافع جيد او مش موجود عندي محفز. في دوافع بيولوجيه اساسيه لينا اللي هي دافع الامومه، الطعام، الشراب، دي الدوافع البيولوجيه. في دوافع نفسيه، الحاجه الانتماء، الحاجه الاحترام، الحاجه الحب، دي الدوافع، دوافع نفسيه بنكتسبها من المجتمع. في دافع خارجي وفي دافع داخلي. دافع داخلي بيزيد الاحتياج ليه في انعدام الدافع الخارجي او المؤثرات الخارجيه. الدافع الداخلي دي حاجه من جوايا ان مهما كانت ظروفنا صعبه انا لسه عندي دافع ان انا اقدر اوصل او اعمل حاجه. الدافع الخارجي بقى ده بالمجتمع، ان انت هتقدر، ان انت هتبقى كويس. فده طبعا بتعزز من الطاقه الايجابيه. طبعا كلنا البعض، والمفروض ان احنا عندنا اصدقاء وامهات وابناء وعندنا عيله يعني، وكتير بنحتاج لبعض. زي ممكن اعلي الحافز عندك واحمسك علشان تقدر انك تقاوم مشكله او انك تخرج منها او انك تذاكر كويس او يعني الحاجات دي كلها؟ طيب عشان نقاوم مشكله، اذا صح التعبير ان احنا نقول عليها مشكله، في معتقدات سلبيه لازم نتخلص منها. المعتقد السلبي بنتعرف عليه بيبدا دايما بكلمه سلبيه، ان انا لست قادر على او لا يمكنني ان. فانا لازم افصل بقى الجمله ديت، لو محتاج الجمله ديت ممكن انا لست قادر على ولكن سأبذل قصارى جهد، او يعني اضيف بعدها ولكن ديت اللي هي الحاجه التحويليه، ان اضيف حاجه ايجابيه. فعلا الكلمات دي بتاثر في جهازنا البيولوجي او المناعي، ان انا اقدر ان فعلا اقاوم واعدي المشكله. بالطبع 100% فعلا؟ اكيد 100%. وهي دي الطاقه الايجابيه، ديت بعض العوامل اللي بتشكل الطاقه الايجابيه. ديت بعض العوامل اللي بتشكل الطاقه الايجابيه. والطاقه السلبيه هي الكلمات بقى الغير محفزه اللي هي بتهبط جدا من المقاومه بتاعه الانسان. الطاقه السلبيه ممكن تنبع من الداخل، في الخوف على سبيل المثال، في الخوف من الفشل، كمان في الخوف من النجاح. الخوف من النجاح ان انا خوف من عدم تحمل مسؤوليه النجاح، ان انا مثلا لو انت بقيت في منصب مرموق فانا خايف ان انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه، فده خوف، فدافع ده دي طاقه سلبيه جوايا، فلازم اتخلص منها من جوايا اولا. لو عندي طاقه ايجابيه عاليه
من خلال مثلا الثقه بالنفس او ما شابه، فانا هتغلب عن الطاقه السلبيه اللي جايه من الخارج. انت خبير تنميه بشريه طبعا، ولازم بقى اسالك على موضوع الخوف، ازاي اطرد الخوف من جواه من اي شيء؟ انا مثلا رايح اعمل انترفيو، انا مثلا اول مره اطلع هواء، حضرتك اول ما تطلع هواء، الناس نازله رايحه تعمل مقابله مهمه جدا، مسافره لوحدها لاول مره، ازاي ممكن اسيطر على الخوف؟ احنا ممكن نسيطر على الخوف ان احنا اول حاجه نسال نفسنا بعض الاسئله، ايه اللي هيحصل لو خفت، وايه اللي هيحصل لو ما خفتش؟ تمام. السؤال الثاني اللي ليه انا خايف، او على اي اساس، ايه الاساس اللي عليه مبني الخوف؟ هل الترقب بيولد خوف؟ الترقب بيولد بس خوف محمود، يعني مثلا الترقب من الامتحانات، انا مترقب الامر، مترقب ان انا خايف، بس خايف ان هو قلق حميد. يعني ممكن نقول قلق حميد، انا قلقان عشان عايز انجح، مش قلقان انا خايف خلاص هيكون معوق اكيد يعني. تمام. طيب المعتقدات السلبيه، طبعا احنا طول الوقت بنسمع اراء الناس، في ناس بتكون مش عايزه اقول شخصيتها ضعيفه، لكن بترقد بسرعه جدا، بتحاول ان هي تتقمص شخصيات كتيره جدا، فبتاثر فيها المعتقدات السلبيه دي. يعني حضرتك قلت جمله مثلا، جمله وانا اقتبستها منك، بدات اتعامل بالاسلوب ده، ازاي كل واحد فينا ينمي شخصيته المستقله بنفسه عشان يكون له شخصيه مستقله؟ طيب احنا هنتكلم عنها بشكل عام. لو انا عندي معتقد سلبي، ففي ثلاث خطوات لازم امر بيها عشان احول المعتقد ايجابي او ابدله لمعتقد ايجابي. اول حاجه ان انا اسال نفسي نفس السؤال اللي فات، هل المعتقد السلبي ده مبني على اساس مش صحه؟ طيب في حد عنده معتقد متناقض او عكس المعتقد اللي عندي؟ يعني في حد عنده نفس عكس المعتقد السلبي اللي عندي ايجابي؟ فاكيد ديت بعض الاسئله اللي بتخلخل اساس المعتقد. تمام. هاجي للمرحله الثانيه، انا هبدل المعتقد السلبي بمعتقد ايجابي. على سبيل المثال، لو انا بقول انا ما اقدرش ان انا ادرس ماده معينه، او ما اقدرش ان انا اتحدث لغه معينه، فهدي لنفسي حاله ايهام ايجابي ان انا اقدر اعمل الحاجه ديت، اقدر ادرس الماده ديت، اقدر اتكلم اللغه ديت. الحاجه الثالثه ان انا ادخل في حاله تجربه عقليه او تجربه تصوريه، انا صدقت ان انا خلاص اقدر اعملها وهتعامل بناء على اساسها. بتيجي عندي بتديني دافع داخلي ان انا خلاص فعلا بقيت بمشي بشكل ارادي، وبقيت مقتنع ان انا اقدر اعمل الحاجه ديت. الرضا، انت يعني قفلت الجمله بتاعتك بكلمه الرضا، ان انا راضي. كلمه الرضا دي كلمه مهمه جدا، يعني بتخلي الانسان عايش في سعاده. ازاي ممكن احول حياتي من حياه طول الوقت انا حاسه ان انا مش سعيده ومتضايقه وعندي اكتئابات وحاجات زي كده؟ لانه الاكتئاب ده مرض يعني. بس في ناس كتير قوي دايما لما اتكلمها تقول لك اصل انا مكتئبه، فازاي ممكن اقدر اخلي حياتي سعيده من غير يعني انزل اخرج واسهر واسافر واعمل يعني عادي؟ تمام. انا هبدا بس بجمله لعباس العقاد، بيقول لا يكفي ان ترى النور، ولكن ينبغي ان يكون هناك في النور ما ترى. ده مدخل السعاده، ان انا اقدر اشوف الحاجه الجويسه اللي جوايا. السعاده لا ترتبط بمال، وان كان المال امر مهم او ضروري طبعا لبعض اساسيات الحياه. الصحة نعمة بنشكر ربنا عليها كل يوم، ولكن أيضا السعادة لا ترتبط بالصحة بشكل مطلق. في ناس كتير جدا ربنا يعني ما نعمش عليهم بالصحة الكاملة ومع ذلك سعيد. إذن السعادة أولا ينبغي أن ما يكون خلف العيون، وما يكون يعني مش حاجة لازم في إيدي ديت تديني السعادة، ولا حاجة لازم أبصلها عشان أبقى سعيد. حاجة من جوايا أولا، أنا محتاج أكون سعيد، بعدها في تتابعات كتيرة جدا. انا بشوف في اشخاص كتير جدا بيعتمدوا على الكيميكلز، يعني بيعتمدوا على البيلز علشان يقدروا ان هم يكونوا سعداء ويكونوا يخرجوا من الحالات الاكتئاب اللي فيها. التنميه البشريه اكيد بتعلمنا ازاي احنا ممكن نسعد نفسنا، او انك يبقى عندنا اكتفاء ذاتي بدون الكيميكلز او بدون البيلز اللي بناخدها. في التنميه البشريه، في البرمجه اللغه العصبيه، في حاجه اللي هي الحاله التصوريه، ان انا بجيب صوره من الماضي، حاجه كانت مصدر سعاده ليا، بربطها في مخيلتي بشكل بالوان، بحطها في اطار انا حابب اشوفها فيه. موقف حصل لي قبل كده انا بحطه في اطار انا حابب اشوف فيه، بتخيله، بشوفه. كمان الحاله السمعيه، هربط ده بحاجه معينه انا بحب اسمعها. تمام. هي بتديني سعاده لبعض الوقت، ولكن اي نعم بتديني سعاده لبعض الوقت، ولكن هي خطوه في طريق السعاده. دي قاعده موجوده في البرمجه اللغويه العصبيه.
طبعا رمضان مليان قيم كتير جدا وجميله جدا، كلنا بنسعى ان احنا نأديها في رمضان، ولكن بعد رمضان بيحصل لنا نوع من الكسل ونوع الحماس بقى اللي عندنا ما بينزل خالص وبيهبط جدا. ازاي ممكن اقدر احافظ على نفس درجه الحماس، نفس درجه اداء الفروض اللي عليا، ان انا اكون عندي القيم؟ يعني كلنا بنحاول نبقى حقانيين جدا وعادلين جدا وما نكذبش ونساعد الناس وعندنا الخير والحاجات دي كلها. حافظ على ده ازاي بعد رمضان؟ طيب انت قلت حاجه جميله جدا، ان يكون حافظ على الحاجات الجميله اللي في رمضان. طيب اول حاجه احنا عارفين انها حاجات جميله، تمام. تاني حاجه، الشهر رمضان 30 يوم. علماء النفس بيقولوا ان علشان تتعود تكتسب او تبدل عاده سيئه الى عاده جيده او عاده ايجابيه، محتاج فتره تكرار من 3 اسابيع ل 4 اسابيع. اذا دي متوفر 30 يوم. انا بلتزم باخلاقيات مع نفسي، بلتزم باخلاقيات مع الاخرين. يبقى في حاجه واحده بس ناقصه، ان انا يكون عندي النيه فعلا لده، ان انا يكون عندي النيه الايجابيه ان انا افضل اتغير، ان انا يكون عندي الدافع جوايا ان انا استمر في اللي انا فيه لبعد رمضان، عشان عارف فعلا هو حاجه جميله او حاجه ايجابيه. صحيح. احيانا الانسان بيكون عنده شيء دايما ممارسه كده بيبقى بيعملها من هو صغير، مثلا ما بيحبش حاجه معينه. ممكن تكون الحاجه دي مثلا يعني ممكن تكون المذاكره من صغره، ما بيحب، فبالتالي ما بيحبش يقرا. لما يكبر ما بيحبش ان هو يطلع على حاجات كتير جدا. احنا دلوقتي في مرحله مهمه جدا زي الدستور، المفروض نقعد نقراها حاجات، يعني الحاجات المهمه دي. زي ممكن اغير ده واعود نفسي من اول وجديد ان انا اكون مقبله على هذا الشيء؟ طيب، عندما يشعر الإنسان بعدم الراحة أو عدم الاتفاق بين ما يفعله وبين قيمه، عليه أن يراجع قيمه. وإذا كانت دي فعلا مرتبطة بحاجة قديمة، ففي احنا ممكن نجيبها القيم الموروثة. أشوف أن فعلا ده أنا اكتسبته من الطفولة، المفروض أنها القيم الموروثة بتفضل مع الطفل لحد مرحلة النضوج. يعني ممكن حاجة تكون كانت بتضايقني وأنا صغيرة فتفضل مأثرة عليا لحد ما أكبر؟ أكيد. فده قيمة عندي. هل تتفق القيمة دي مع المعتقد مع المعتقد والواقع؟ لا. إذن أنا لازم أجيب قيمة جديدة، القيم الجوهرية أو الأحكام الخاصة، وأطبقها على الواقع. صعب تغييرها ولا بيبقى سهل؟ محتاج وقت يعني؟ القيم بتكتسب إلى آخر فترة أو آخر يوم في الحياة. تفضل معايا؟ بتفضل كل فترة، كل تجربة. القيم بعض القيم بتشكل من خلال التجارب. بعض القيم بتشكل بعض القيم، لكن في قيمة أساسية هي من الجذور، من بالضبط. ديت القيم الموروثة. ديت القيم الموروثة اللي أنا اكتسبتها من والدي، اكتسبتها من أخويا. بضيف الأفعال حصلت معايا وأنا صغيرة، مذاكرة، نوم، صحيان. بالضبط. في كمان القيم التعويضية. تعويضية؟ القيم التعويضية إن هي بتندفع من النقيض إلى النقيض. لو أنا مثلا لو كان عندي افتقدت الحنان في فترة الطفولة، فأنا بيكون عندي دافع لتدليل ابنائي اكثر. فدي قيمه تعويضيه. صحيح. بالظبط. ده جميل جدا. استاذ وائل، انا بشكرك على وجودك معانا النهارده، واتمنى ان تكون موجود معانا مره ثانيه عشان نتكلم اكثر ونحفز الناس اكثر على فعل كل ما هو جميل وكويس للناس والبشريه والوطن بتاعنا. شكرا لحضرتك. اشكرك، شكرا جزيلا. شاهدينا كان معانا الاستاذ وائل نيل، وهو كاتب وخبير تنميه بشريه. واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في يوم جديد وكاست عمل جديد، ونهارك سعيد.